مرحبا بكم. أولا صلوا على الحبيب. اليوم سنتحدث عن أغرب 10 قوانين في العالم. أنا اسمي محمد. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولنبدأ. في جنوب إفريقيا تحتاج إلى رخصة من الحكومة شراء تلفاز. في إيرلندا ممنوع شرب الكحول أمام البقر، صراحة معلومات غريبة. في كندا السجين لديه الحرية داخل السجن، والتعليم والأكل مجانا زائد راتب شهري. في اليابان تسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا استهزأت بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. في النرويج يمنع شرب البيبسي لمن يقل عمره عن 18 سنة. في إيطاليا ممنوع صيد الحمام يوم الأحد. أما في السويد فيمنع تغيير طلاء المنزل الخارجي بدون رخصة من الحكومة. في كوريا الشمالية يجب عليك دفع المهر كل سنة لزوجتك. المتزوجين الله معكم. في فرنسا من القانون الزواج من شخص ميت. في الهند تسجن لمدة 10 سنوات إذا قتلت بقرة. أتمنى أن تضعوا أراءكم في التعليقات حول أي قانون قد لفت انتباهكم أكثر. وشكرا لكم على المشاهدة. دمتم في أمان الله.